البراق. البراق اليوم كيقدم لكم لاكارت او لا الوصفه او المنيو ديالو جديد شتوي. هاد الوصفات اللي غتشوفوا عندنا اليوم لاول مره بمناسبه فصل الشتاء. البراق فكر بزاف للزوار ديالو او مستعملين البراق. كاين عندنا اكلات او لا دي ساندويتش بطريقه اخرى. كاين اللحم كيكون دجاج تيكون فيجيتاريان بالنسبه لما تاكلوش اللحوم. ساندويتشات ديال الدراري الصغار كطلع البراق كتلقى الفطور كتلقى الديسير. البراق فكر بالزوار ديالو من جميع النواحي. اللي كنتمناو هو ان بالنسبه مين من الناس اللي ما كيستعملوش البراق يمكن لهم يتذوقوا الاطباق او المأكولات اللي تتوجدها الشركه. بالنسبه للبراق تنظن ما شاء الله هذه السنه الثانيه بالنسبه للساندويتش اقبال، وكنتمنى ان شاء الله يكون اقبال اكثر في اكثر، وبالخصوص الشهيوه الفار او الشهيوه الرسميه هي دجاج بتكتوكه. كنا المغاربه كنعرفوا شنو هي تكتوكه، اولا كنقولوا دجاجه طارت، باش كاينه البصمه المغربيه بصمه ديال المطبخ التقليدي. من بعد كاين في الساندويتش تقريبا جميع المطابخ. نتمنى ان يرقكم نكونوا في المستوى ان شاء الله، والبراق تيرحب بجميع الزوار وجميع غير اللي كيشوفوا بالعين حتى هو كيرحب به. اذا كيف كتشوفوا اليوم حنا متواجدين محطه الرباط اكدال باش كنقدموا وكنتقاسموا القائمه الجديده ديال الطعام اللي كتكون داخل قطارات البراق، مع خاصه المسافرين ديال قطارات البراق وكذلك مع المسافرين ديال القطارات الاخرى. هذه القائمه هذه اللي كتشرف عليها الشيف خديجه، واللي كتحاول من خلالها ان توجد وصفات يعني من المطبخ المغربي المعاصر، واللي كتكون كتليق لجميع الاذواق وكذلك كتليق للسفر داخل القطارات. اذا فهذه بالنسبه لنا حنايا مناسبه باش كنلتقيو بها مع المسافرين، كناخذوا الاراء ديالهم بالنسبه لجميع الخدمات اللي كنوفروها داخل القطارات ولا كذلك على في المحطات، وكتكون فرصه باش ناخذوا الاراء ديالهم. الهدف ديالنا هو اننا نرتقيو بالخدمات ديالنا ونرفعوا من المستوى ديال ولا جوده الخدمات. اليوم هاد السن هنا من جهه لاكار ديال الرباط اكدال، وديري هنا لي ديغستاسيون بارابور لي ساندويتش اللي غادي يعرضوا بالنسبه للبراق، اللي هي التفاته زوينه اللي غادي يديروا المواطنين، حيت كاين اللي كيكون مسطون ومزروب اللي ما يقدرش يوجد الاكل ديالو. هذا بالنسبه ليكو هذا يعني داك الشيء رائع، مذاق زوين، ونتمنوا لهم مسيره موفقه ان شاء الله، ويزيدوا على هذا المنيو هذا يطوروه ان شاء الله ويكونوا اكثر من هذا لي ساندويتش باش يكون المنيو متطور ان شاء الله ومسيره موفقه. المهم هذا الشيء اللي دارت الشيف خديجه يعني مزيان، تذوقت واحد الحلوه يعني زويونه تبارك الله عليهم، وهذا الشيء في المستوى، وتنتمنى ان شاء الله ديما تعاود هذا الشيء ويكون في المستوى ديما. الصراحه التبليك اللي دايرين دابا يا البراق زوين، ماكله زوينه ذقناها، ماكله زوينه ومزيان. نيت من اللي داروها طلعوا نيت البراق، اللي كيمشي لطنجه كاين اللي كيمشي لهذا كينقاو الماكله، وشكرا لكم.